صباح الهنا وصباح الجمال وصباح السعاده وصباح التفاؤل وصباح حسن الظن بالله. اهلا بيكم في حلقه جديده من البلد يوكن مع على شبكه قناه بي ان سي، وبالاخص بي ان سي فود، اقوى قناه طبخ في مصر. طبعا كلكم شفتوا اللايف اللي كان على صفحتي امبارح، كنا في سوق السمك او في حلقه السمك بننقي السمك وبنشوف اسعاره ايه. ما لقيناش سردين بلدي وما لقيناش بساريه، واللي موجود كله مجمد، بس الموسم بتاعهم لسه يعني هو كل ما الدنيا ما بتشتي اكتر كل ما بيبقى موجودين احسن. طيب كنت رايحه امبارح وفي نيتي ان انا اجيب سمكه الرايه او سمكه الليبيسي او السمكه اللي هي بتتعمل الملوحه الصعيدي دي، ما كانتش موجوده لان بتبقى موجوده اكتر في وجه قبلي، فما كانتش موجوده امبارح في حلقه السمك. جبت ايه؟ جبت بوري، ووريتكم في اللايف امبارح ايه الفرق بين البوري وبين الطبار. الطبار شكل البوري، بس البوري بيبقى الوش بتاعه او البق بتاعه مدور كده، تحس ان هو مليان، لكن الطبار وشه مدبب شويه، سن البق بتاعه مدبب شويه، فخلوا بالكم الاثنين شكل واحد بس بيفرق في شكل الوش. ناس كتير قوي من البياعين اللي ما عندهمش ضمير بيبيعوا الطبار، استاذنكم بس الموسيقى تبوطى شويه. ناس كتير ما عندهاش ضمير بتبيع الطبار على انه بوري، ليه؟ لان البوري بيبقى اغلى من الطبار، فبيبيعوا الطبار بسعر البوري. الاثنين بيتخللوا كل حاجة، بس طبعا البوري لما بيتخلل الفسيخ بيطلع أحلى وأطعم بكتير. طيب النهاردة أنا جايبة نوعين معايا، بوري نوع صغير اللي هو التخليل الفسيخ، ونوع اللي هو البوري الكبير اللي بيتعمل منه الجزل. الجزل دي حاجة كده تحسوا إن هي مدملكة كده، فيها دايبة دوب كده، حاجة كده زبدة. فهنشوف النهاردة حجمين البوري اللي أنا جايباهم، وجايبنا كمان بدل السردين جبنة سهلية. ناس كتير امبارح اجمعت في اللايف ان السهليه لما بتتخلل ما بتاخدش تخليلها من 7 ايام ل 10 ايام كده، وبيبقى طعمها احلى بكتير من السردين، فجبناها النهارده عشان نخللها بديل السردين. طيب امبارح كان في تناقضات كتير قوي، كان في كلام قوي على ان واحد من البياعين بتوع الحلقه قال لي خللي قاروص، وقعدت اسالكم نخلي القاروص ولا ما نخللش. اول مره اعرف ان القاروص بيتخلل، اعرف ان هو بيتعمل يا اما صينيه يا اما مقلي، لكن حته ان القاروص يتخلل ويبقى ان هو عامل زي الملوحه او الفسيخ دي كانت جديده بالنسبه لي. ناس كتير قالت لي جربي، وناس كتير قالت لي اوعي 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 ما تجربيش، ناس كتير قالت لي حلاوته في المقلي والصينيه، وانا بصراحه ما بحبش احكم على حاجه الا لما بكون جربتها. يعني مش معنى ان حد قال لي لا هيبقى وحش مش هيبقى حلو خلاص انا خدت الكلمه واتعاملت على اساسها، لا انا ما بحبش كده، اعمل الحاجه اجربها احكم عليها بنفسي عشان اللي يطلع من لساني ابقى يعني ابقى مسؤوله عنه. عشان كده رحت جايبه سمكتين بس قاروص وقلت هنخليهم مع بعض. البياع قال لي نظفي البطن بتاعته واعمليه. انا من خبرتي في التخليل ما ينفعش ان الملح يبقى موجود في السمكيه من جوه، اولا هيخليها تنشف قوي وهتشد وتبقى حادقه موت، فعشان كده انا هخلل القاروص النهارده زي ما هخلل الفسيخ، بس استحاله هياخد نفس المده، استحاله هياخد المده بتاعه تخليل الفسيخ. طيب تخليل الفسيخ ايه؟ 30 يوم بالظبط بالتمام والكمال، وافتحي عليه. حد يقول لك ايه؟ لا 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 كتير. 15 يوم بالظبط؟ لا. لا لا كتير. 21 يوم؟ لا. 30 يوم بالظبط. مجرد ما تقفليه وحطيتيه في العلبه وقفلتي كويس قوي، احسبي على النتيجه او على اي حاجه اكتبي فيها كده انت خللتي يوم كذا، احسبي بعدها 30 يوم بالظبط تبداي تفتحي عليه. طيب خلال ال 30 يوم بيفضل الفسيخ في العلبه ما بيتحركش؟ لا، كل 3 ايام قلبي، كل يومين 3 قلبي. طيب في طريقه واحده للفسيخ؟ لا، في طريقتين. طريقه التدخين، مش تدخين، طريقه الدفن. يعني ايه طريقه الدفن؟ ان انا ادفن الفسيخ جوه رمل. ايه يعني اللي انت بتقوليه ده؟ تدفني الفسيخ جوه رمل؟ هو ده ينفع يتعمل؟ مش هيخش له رمل؟ لا اكيد مش هيخش له. طب ازاي مش هيخش له رمل؟ هنعرف النهارده في حلقتنا باذن الله لما نيجي نخلله، هقول لكم ايه المواصفات بتاعته. طيب قبل ما نشوف ايه اللي في الفرن هنقول ستي النهارده بتقول ايه. ستي النهارده الكلام بتاعها ونصايحها بتعطاه عباره عن ازاي تخللي سردين او ازاي تخللي فسيخ، وايه المواصفات المفروض ان انت تخلي بالك منها قوي وانت بتخللي. طيب اساسيات التخليل، ان السمك يكون طازه، ان السمك ما يكونش بايت ويكون مجمد، ان السمك يكون فيه لمعه، ان الخياشيم بتاعته تبقى محمره، ان السمك يكون ناشف جدا 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 ما يبقاش فيه اي نقطه ميه عشان لو فيه نقطه ميه هيدود،
ان السمك وانت بتشتغلي فيه تملحي البق والخياشيم وتمليها ملح كويس قوي بشطه، ان انت ممكن تستخدمي بدل الشطه تستخدمي دنكار. دنكار دوت علشان ان احنا بنحطه اصلا في المش عشان ما يدوتش، ممكن كمان نحطه للتخليل. الاساسيات بتاعت التخليل كمان ان انت تحطي الحاجه ملفوفه كويس جدا جوه بعضها جوه بعضها جوه بعضها، وكل يومين ثلاثه تقلبيها علشان السمكيه تبقى مستويه من كل ناحيه. اساسيات التخليل ان الملح ما يزيدش، مش بس عشان الحاجه اللي احنا بنعملها ما تبقاش حادقه، لا، كتر الملح في التخليل الفسيخ بينشفه، تحسي حته اللحمه ناشفه مقدده، فكتر الملح مش حلو للتخليل. دي نصايح ستي النهارده لتخليل الفسيخ، وتعالوا بقى نبدا حلقتنا كده. وقبل برضو ما نشوف اللي في الفرن، افكر حبايبنا ومشاهدينا من كل مكان بالارقام اللي بتظهر معانا على الشاشه، من اي رقم ارضي على 0900 9710، ومن اي موبايل على 1710، في انتظار مكالماتكم اللي تسعدنا ان شاء الله. يلا بقى تعالوا كده نشوف انا حاطه ايه في الفرن. مع انه حلقه تخليل يا نونا، وانت عامله فسيخ وبسارية وسهليه وقاروص، حاطه ايه في الفرن؟ بصوا كده، بسم الله بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. سهلية، بوري اللي هو الصغير، قاروص، البوري الكبير اللي هنعمله جزل. ليه حطاهم في الفرن؟ انا حطاهم في الفرن على درجة حرارة 50، درجة حرارة 50. طب ليه؟ علشان الفرن يبقى دافي. انا مش عايزة اسوي السمك، انا عايزة انشفه. سهلية، بوري، قاروص، البوري الكبير اللي هيتعمل جزر. ادي الاربع اصناف اللي احنا هنعملهم النهارده، ومحطوطين في الفرن على درجه حراره 50. هسيبهم 5 دقايق كده كمان واطلعهم، او ممكن اطلع دلوقتي اول حاجه انا هشتغل فيها وهي البوري الصغير. ممكن اطلع الاثنين البوري عشان اوريكم ايه الفرق بين ده وبين ده. ده بوري، بسم الله ما شاء الله، وده البوري الجزل. شايفين الشكل بينهم عامل ازاي؟ شايفين الفرق بين السمكية دي والسمكية عاملة ازاي؟ دي فسيخ، الحجم ده كده فسيخ، مع اني جايباه من امبارح بس السمكية لسه فيها لمعة. انا من امبارح اصلا شطفتها ومستشيت في ان هي تتغسل، مش الغسيل اللي هو قصدكوا فيه، لا، يا دوب بس تحت الميه كده شطفه مطرح ايدين البياع، وارجع بعد كده احطهم في مصفه مقلوبين على راسهم. يعني ايه مقلوبين على راسهم؟ يعني بمسك السمكيه كده حاطه مصفه، والمصفه يكون تحتيها بوله، والبوله تكون بعيده شويه عشان لما تصفي الميه بتاعتها كلها الميه ما تبقاش موجوده في ارضيه المصفه، وتبدا السمكيه البوز بتاعها يبقى برده مبلول. يعني انا بجيب مصفه واعمل كده، اوقف فيها البوز بتاع السمكيه ده كده. طبعا المصفه مش هتبقى بالطول ده كله، لا، اهو هتبقى كده علشان ما يبقاش فيها ميه خالص. طيب انا يا نونا جبت الفسيخ ومش عايزه ان انا اسيبه، والمفروض ان انت اصلا لما بتسيبيه في مصفى بتحطي عليه من فوق شاشه او بتحطي عليه حاجه علشان ما ينزلش عليه دبانه تبيض بيضه يبقى هو دود. كل دي من اسباب ان الفسيخ يدود وانت شغاله فيه. طيب كده عندي اهو الفسيخ بتاعنا او البوري بتاعنا، سواء الكبير او الصغير اللي هيتعمل جزل او الصغير اللي هيتعمل فسيخ. طيب كل اللي انا محتاجاه دلوقتي هروح جايبه بوله، والمقادير بتاعتنا هتنزل على الشاشه، وهوريكم حاجه تانية كمان. انا حطيت ليه الفسيخ او السمك البوري في الفرن لدرجه حراره 50 علشان ينشف، لكن ما يستويش، انا بجففه. عايزه تولعي الفرن وتدفيه مثلا ما عندكيش درجه حراره 50، درجه حراره 100 180 ايا كان، ولعيه شويه واقفليه وسيبيه يدفى، الفرن يبقى دافي، فلما تحطي فيه السمك هينشف. مش ينشف ان هو يقدد او السمكيه تنشف، لا، الميه اللي فيه تنشف. ده بعد برضو ما تكوني حطاهم في مصفى ومصفياه. طيب تعالوا دلوقتي عفوا جمال هينزل لنا المقادير بتاعتنا على الشاشه، ومقادير التخليل بتاعته سهله جدا، اهم حاجه الطريقه. طيب سمك بوري كبير، عندي الكبير وعندي اللي هو اللي هيتعمل فسيخ واللي هيتعمل جزل. معايا معلقتين كبار من الخل. ايه ده، هو ده مش سوائل؟ اه، الخل دوت مش هيهريه؟ لا مش هيهريه، بل بالعكس هيحافظ عليه. كركم علشان يدي اللون بتاعه اللي عايزه، اذا تحطيهم حطيهم ما تحطهمش مش مشكله، ما بيفرقوش في التخليل نفسه. اساس التخليل عندي ايه؟ شطه وملح، شطه وملح، ده الاساس بتاعي.
كوبايه شطه قصادها كوبايتين ملح، وما تزوديش الملح قوي والحشو قوي في الراس بتاعت البوري والخياشيم علشان ما يملحش منك وينشف زياده. طيب عندي هنا اهو الملح، شطه، وحبه من الكركم. واقلب ده كله كده مع بعضه. مش قادره اكون ريحه الشطه عامله ازاي بالشكل ده كده وجاهزه معانا. طب الخل ده هيتحط عليه؟ لا الخل ده مش هيتحط عليه، هوريكم دلوقتي هنعمل ايه. بصوا بقى كده، عشان اخلي الفسيخ محتاجه ايه؟ محتاجه بلاستر من ده اللي هو العريض، محتاجه اكياس ثلاجه مقفوله، محتاجه اكياس ثلاجه مفتوحه، محتاجه استريتش. دي الادوات اللي انا هستخدمها لتخليل الفسيخ، وبلانشه كبيره، يا اما لو رخامه المطبخ اعملي عليها كيس ابيض كبير او كيس كبير كده او مشمع من اللي هو بيتباع بالمتر ده، افرشيه على رخامه المطبخ او على الترابيزه اللي هتشتغلي عليها، وبعد ما تخلصي لميه كله ورميه. طيب عندي دلوقتي البلانشه بتاعتي اهي، وهبدا ان انا انشف الفسيخ. بسم الله. تنشفيه ازاي يا نونا؟ ما انت اصلا حطاه في الفرن وينفع ان هو اصلا خلاص، انت بتقولي ان هو نشف. اه هو نشف، بس انا عايزه اتاكد تاني، عايزه ابقى متاكده ان هو ما فيهوش ولا نقطه ميه. لو في نقطه ميه يبقى انا كده الفسيخ بتاعي باظ. طيب عندي البلانشه اهي، همسك الاول السمك اللي هو الجزر اللي هو الكبير، نكلم مين. وادي المناديل بتاعتنا، وهعمل كده. بص انا بعمل ايه، الناحيه التانيه. بنشف خالص ما يبقاش في اي نقطه ميه، واروح من هنا للخياشيم وراح عامله كده. شفتوا انا عملت ايه؟ سايبه المنديل شويه من هنا ومن هنا في الخياشيم، من هنا ومن هنا، اجي كده منديل، وادي كده في بق السمكيه نفس النظام كده. ونصبح على مشيمه ونقول لها صباح الهنا. صباح الفل، عامله ايه؟ صباح الجمال على عيونك، عامله ايه؟ الله يخليكي، بسم الله ما شاء الله عليك، الله اكبر عليك. حبيبتي الله يسعدك، تسلم ايديكي وما شاء الله عليك، الله اكبر، زي القمر النار. حبيبتي ما نحرمش منك، ده جمال عينيكي والله. تسلمي، ما شاء الله عليكي والله. وشكرا، عشان انا طلبت منك تخزين البسله يوم الخميس ولبيت الرغبه، الف شكر. يا حبيبتي على راسي على راسي على راسي، انت تأمري وانا انفذ. الله يخليك، ربنا يديك الصحة يا رب. الله يبارك لك ويسرها معاك يا رب، يا رب. ومع أولادك يا رب. ومع الحاجة يا رب. كلك يا رب يا رب، اللهم آمين. ربنا يجويك يا رب النهاردة حبيبتي، وما شاء الله عليك، الله أكبر عليك حبيبتي. النهاردة حبيبتي يا أم شيماء، حبيبتي ما نحرمش منك. ربنا يحميك النهاردة يا رب. تسلمي لي، ما نحرمش منك يا حبيبتي. ربنا يجويك يا رب، اللهم آمين. نورتيني يا حبيبتي، نورتيني. بصوا كده فتحت كده أهي، انا مش عارفه استريتش اهي، عشان انا مش عايزه بس ان ايدي لما تتزفر ارجع امسك البقره تاني واقول هلف ازاي، واروح ماسكه كده اكياس ثلاجه اللي هي المفتوحه. بص انا كده بجهز علشان الف. هو احنا لما بنفتح اكياس الثلاجه بنفتحها من ناحيه واحده ولا ايه؟ مش فاهمه. بص انا كده بعمل الفرشه بتاعت الفسيخ، شايفين؟ علشان لما امسكها واملحها اروح نقل على طول، انقل على طول. بص بدي براح لنفسي عشان اعرف الفها، لان هي لازم تكون ملفوفه من كل ناحيه، ما يبقاش فيها حته مفتوحه. ليه؟ علشان ما يدخلهاش هوا، عشان لو دخلها هوا هتدود مننا، وانا مش عايزه حاجه زي دي. طيب
احنا واحنا بنتكلم في اول الحلقه قلنا في طريقتين للتخليل، يا اما بنخلله اللي هو التخليل، بص انا حطيت كام طبقه، يا اما بنخلله اللي هو التخليل العادي، يا اما بخلله في الرمل. يعني ايه تخلل في الرمل يا نونا؟ يعني بنفس اللي انت عاملاه ده كده، بس بدل ما بتحطيه في علبه وفي شنط وجوه شنط جوه شنط جوه شنط، بتروحي حطاه في كيس غزه كيس ورا بعض جوه بعض، وتعمليه سلوتيب وتجيبي رمل. تجيبي رمل، رمل اللي هي العاديه بتاعتنا دي، بس تقلبي فيها حبه شط. ليه بنعمل كده؟ علشان ما يدخلهاش اي حشرات. الشطه جوه الرمل مش هتدخل اي حشرات. علشان كده بقول ان احنا نديها حبه شطه حلوين كبار كده او كتير، علشان بعد كده لما نحطه جوه الرمل بالاكياس بتاعته ونقفل عليه 25 يوم. بقى لما بيكون في الرمل 25 يوم 20 يوم 20 25 لما بيكون معمول في الرمل. لكن لو انت بقى عاملاه في علبه عاديه بتبداي ان هو 30 يوم مش اقل من كده. بص يا جمل، بص يا جمل، ادي الخياشيمه اهي بتكبسها، بتكبسها. بص بتكبس ازاي، ما يبقاش فيها اي هوا ولا اي حاجه او اي سنتي كده، علشان ان هي ما تعفنش. كبسنا ايه الخياشيم الاولانيه، نيجي للتانيه نكبس كده. واحنا بنكلم احمد، صباح الفل يا احمد. صباح النور حضرتك. صباح الفل، ازاي حضرتك عامل ايه؟ تمام تمام الحمد لله. ينفع حضرتك بس اعرف طريقه عمل بلح الشام؟ عينيا الاتنين، حاضر. ليك طلبات تانيه؟ لا لا الله يخليك، شكرا. نورتيني نورتيني. بصوا كده، بصوا بكتم ازاي. نيجي الناحيه دي كده يا جمل، البق بتاع السمكيه، بصوا انا كاتمه الخياشيم اهي، البق بتاع السمكيه نفسه كده اهو، بصوا كده، وابدا ان انا احشي، يتحشي الشطه بالملح كده اهو، عشان ما يبقاش فيه اي حاجه ان هو يدخل لها دود ويدود من جوه. ما هو كل ده لو مفتح وواخد هوا هيدود من جوه، اجي الاقي بعد كده الفسيخ اجي افتحه الاقيه مدود. طب وليه؟ اهو كبست كده وكبست كده، وارجع هنا كده. بصوا بقى دلوقتي، ادي حبه الخل كده مع حبه الشطه اللي محطوطين بره دول، ما حطيتهمش وانا بعمل ايه، ما حطيتهمش في الخياشيم، لا اهي. بصوا دي ايه، دي اللي بره كده اهي، اللي هو بخلي ده للي بره. بصوا العدله بتاعت الشوك، العدله بتاعت الشوك كده، دي عدله الشوك. لا انا لما اجي اخلل اعمل العكس، بصوا كده، شايفين شايفين، بعمل العكس، بمشي عكس الشوكه، عايزه الملح اللي انا عاملاه بخل ده يمشي جوه الشوك نفسه او القشر نفسه بتاع السمكية. بصوا العكس، يلا بينا نطلع فاصل. بصوا نمشي كده ايه، عكس الشوك نفسه، عكس القشر، عشان يبقى ماشي معاه من كل ناحية اهو كده، تمام وزي الفل. اروح عاملة كده، عرفتوا امتى حطيت الخل؟ حطيت الخل لتغليف في الطبقة اللي هي دي. بصوا تحسوا ان هو بقى عامل زي قرص البسطرمة، الملح بالشطة بالخل ماسكين فيه وهما ماشيين عكس القشرة. كل اللي انا هعمله ايه دلوقتي، انا هشيل دي كده علشان هرجع اشتغل عليها، واروح عامله كده. بالشكل ده، بصوا بقفل خالص خالص، اطلع الهوا واقفل خالص، والقفله دي كده هو تتعمل عليها بلاستر، ومن هنا بلاستر ومن هنا بلاستر. هطلع فاصل، في الفاصل هعمل ايه؟ هقلع الجوانتي اللي في ايدي ده وامسك البلاستر بايد نظيفه والفها زي ما بيقولوا كده، اغلفها كويس قوي، ما اخليلهاش منفس يدخل منه ذره هواء او سرسوب هواء. لحد ما نرجع من الفاصل هوريكم هعملها ازاي، وما نرجع تشوفوا شكلها علشان نكمل الباقي ان شاء الله باذن الله. خليكم مستنيين شويه شويه وراجعين مع حلقه تخليل فسيخ، مش هتشوفوها في اي حته ان شاء الله، اوعوا تروحوا في اي حته، مستنيكم.
ورجعنا من الفاصل زي ما انتم شايفين كده، بنكبس الخياشيم بالملح والشطه والكركم، واللي بره بصوا تاني، ادي القشر الملح بتاعنا بالشطه بالكركم عليه حبه خل كده. الخل ده ما يتحطش جوه الخياشيم والبق، لا انا حطاه من بره اهو، عملته زي عجينه اهي، شايفين المنظر عامل ازاي؟ وده كده العدله بتاعت القشر، لا انا عايز امسك كده من هنا كده واروح عامله كده وامشي كده، شايفين كده؟ بصوا كده بالمنظر ده عكس القشر، اكنك بتقشري السمكيه اهي. بصي انا عايزاها تتغلف بالشكل ده كده، الناحيه دي اللي هو الملح بالشطه بالخل اهو عكس القشر كده تاني، ونصبح على ساره ونقول لها صباح الهنا. صباح الفل، صباح الخير، صباح الجمال على عيونك يا حبيبتي، عامله ايه؟ احلى صباح، احلى صباح واحلى نيله في الدنيا يا رب. حبيبتي حبيبتي الله يسعد بسم الله قلبك، ما شاء الله عليك، ربنا يحميك ويحفظك يا رب، سلم عمرك يا رب من كل شر، ويحميلك بناتك يا رب يا رب دهوت، وتشوفوا مع اسعد الناس يا رب، يا رب وتشوفك الحاجه يا رب، يا رب اللهم امين، يا رب اللهم امين حبيبتي، وتشوفك الحاجه يا رب دهوت، يا رب ما بين ايديك يا يا رب، رب يا رب اللهم امين. والنبي يا شوف، انا مقدمه، انا دخلت على صفحه ريجينيك تمام وصورتها ماشي تمام وصورتها ماشي، وبعدين ودخلت على الصفحه قالوا لي الاسم والعنوان والتليفون، كتبت كل حاجه تمام، كتبت الاسم والعنوان والتليفون وكل تمام، الكلام ده من الاسبوع اللي قبل اللي فات ماشي تمام. هو كده صح يا دي الشفا ولا ايه؟ هي دي اه الصفحه صح، ولا ايه؟ هو هي الصفحه، ادام خدوا الاسم منك والعنوان اتاكدي بس اللي انت دخلتي عليها من التليفون، يعني عملتي الكيو ار ودخلتي عليها من التليفون، نورتيني. بصوا كده انا بعمل ايه، حطيت المناديل، بصوا اللي من البق ومن الخياشيم عشان لو في اي نقطه ميه او اي نقطه دم تطلع اهو، هاجي الناحيه دي الملح اهو بالشط، الخياشيم تتفتح ابدا اكبسها كده، الناحيه التانيه نكبس كده ونصبح على مدام حنان ونقول لها صباح الهنا. السلام عليكم يا شيف نوني. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازاي حضرتك عامله ايه؟ انت عامله ايه الاول؟ انا بخير طول ما حضرتك بخير، تسلمي لي. ربنا يخليكي، انت عسل وانت بتعملي البسيخ. الله يسعد قلبك، ما نحرمش منك يا رب، تسلمي لي. طب بصي يا مدام نمنى، عايزه ليه؟ منك طلب واحد بس. 10 طلبات مش طلب واحد، امري. طيب بص، انا لما اجي بعمل الفول في البيت ما بيطلعش احمر زي اللي هو بيتعمل بره، اعمله ازاي طيب عشان يبقى حلو وعشان الولاد ياكلوه؟ عينيا الاثنين، عينيا هقول لك حالا وتعمليه ويطلع معاكي زي الفل. طب بالله عليك تقولي لي علشان عيني. ما بعرفش اقرا يعني، عشان عيني. اسمع منك بس ماشي؟ عينيا هقوله لك، عينيا الاثنين، حاضر. عينيا الاثنين. بصوا كده نخلي بالنا واحنا شغالين علشان ما يحصلكوش زي ما حصل لي كده، ان احنا واحنا بنعمل كده ما تدخلش الشوكه بتاعت السمك في ايديكم. بصوا كده عكس القشره اهي، عكس القشره، وتخلوا بالكم كويس قوي علشان ما تتاذوش. ونصبح على مين يا رغده؟ ونصبح على ام ملك ونقول لها صباح الهنا. صباح الفل يا حبيبتي، صباح الجمال على عيونك يا قلبي، عامله ايه؟ الحمد لله تمام، انت حضرتك عامله ايه؟ انا بخير طول ما انت بخير يا حبيبتي، تسلمي لي. ربنا يخليك يا حبيبتي، ممكن اسالك بس على حاجه؟ اؤمري اؤمري وانا جاوب. ربنا يخليك يا حبيبتي، حبيبتي الامر لله. عندي سمك، عندي سمك تونه في الفريزر. سمك ايه؟ ينفع اطلعه؟ تونه، تونه سمك تمام. التونه دي تمام، ممكن اطلعها وانشفها زي حضرتك ما بتقولي كده واخللها؟ هي لما تيجي تخللي سمكه التونه مش محتاجه انك تنشفيها زي ما انا ما عملت كده. طب تمام، مش قولي لي بقى محتاجة. ايه اللي ممكن اعمله؟ هقول لك حالا، هخلي رغده تنزل لك المقادير على الشاشه، تخليل التونه وعينيا الاثنين، حاضر. عينيا عينيا الاثنين يا ام ملك، نورتيني. رغده تدميس الفول وتخليل التونه تمام. بصوا كده عملت ايه؟ كده انا عملت السمكه الثانيه اهي بالشكل ده، كده فاضل ايه؟ فاضل ان هم يتلفوا، وده طبعا انا هعمله، هعمل واحده قدامكم دلوقتي واوريكم واكملها في الفصل. اهم حاجه التنشيف. بصوا انا حاطه مناديل فين؟ ادي في الخياشيم اهي عشان لو في اي دم او اي ميه تطلع اهي، انا منشفاه وحاطاه في الفرن على درجه حراره 50 ومنشفاه، بس دي زياده تاكيد ان هي يبقى مصه لا ميه ومصه اي حاجه زياده جوه السمكيه. طيب اجي كده اهو نفس ما عملنا،
بتكبسي الخياشيم بالملح، وموضوع ان انت تحطي خل بنحطه من بره بس، ممكن تحطي معاه حبه دنكار. ايه الدنكار ده يا نونا؟ ده حاجه كده بتتحط وبتتجاب من عند العطار، بتتحط سواء للتخليل بتاع السمك او للمش، علشان ان انت ما فيش حاجه تخش له او تدوت. طيب ارجع واقول، لما بنيجي نخلل بالرمل بنعمل كل اللي عملناه ده، وبنلفه اللفه اللي احنا لفيناها دي زي ما حضراتكم شايفين كده، وارجع بعد كده اروح حطاه في رمل، والرمل تكون ملفوفه بشطه. يعني ايه ملفوفه بشطه؟ يعني داخلها شطه، يعني تمسكي كده كوبايتين شطه كبار كده تقلبيهم مع الرمل علشان بعد كده تحطي عليه الفسيخ. طب ايه الفايده؟ الفايده ان هو بيتخلل اسرع. ايه الفايده تاني؟ الفايده ان هو ما بيطلعش روايح زي الفسيخ اللي احنا بيبقى حاطينه في علب. طيب بيتحط في التلاجة؟ لا، الفسيخ ما بيتحطش في التلاجة. لو حطيتي في التلاجة كده بتوقفي البكتيريا الضار النافعة عن شغلها. طيب طبعا في بكتيريا ضارة وفي بكتيريا نافعة، فاحنا لما بنحطه في التلاجة بنوقف عمل البكتيريا النافعة، فعلشان كده بتخللي وبتحطيه مش في مكان برضو فيه شمس، لا حطيه في المطبخ عادي، حطيه في البلكونة بس ما يبقاش طايله شمس. كده اهو عملنا كله، ونصبح على مدام روحية ونقول لها صباح الهنا. صباح الخير يا احلى نونا. صباح الخير يا احلى ماما روحيه في الدنيا. ربنا يخليكي وانت اللي احلى واحلى حبيبتي، يبارك فيكي وفي صحتك وتسلمي ايدك يا نونا. الله يسعد قلبك، تسلمي لي ما نحرمش منك ابدا. ربنا يخليك، وحلقه السمك اللي كنت منزلاها كانت جميله، اتفرجت عليها حبيبتي. الله يسعد قلبك ما نحرمش منك ابدا، تسلمي لي. انا طالبه منك طلب، عايزه طريقه السيمون فيليه، سيمون فيليه عشان خاطر واحد هداني بيه وعايزه طريقه سهله. طب ده ينفع في البلد يعني؟ يعني اعمل ايه؟ طيب هبعتها لك، ابعت لك طريقتها على الماسنجر. طب خلاص تكون طريقه سهله يعني، اسهل ما يكون. بصي هتاكليه ومش هتبطلي تاكليه من بعدها، ومش هتبطلي تعمليه اصلا. انت حاطه كلها عسل يا حبيبتي، ما تحرمش منك حبيبتي. حبيبتي الله يسعد قلبك يا رب، تسلمي لي. تسلم ايدك وتسلم كل حاجه بتعمليها. سلم عمرك، سلم عمرك يا حبيبتي، تسلمي لي، نورتيني. بصوا بقى تكايه مهمه كده قبل ما انسى، اما بنمسك السمكيه دي تكايه امي ربنا يديها الصحه يا رب ويشفيها ويعافيها. بعد ما بتعملي السمكيه كده هي البوري بالملح وخلاص هتغلفيها عشان تشيليها، اعملي كده شايفين الحته دي كده او الحركه دي كده، ما تخليكيش الفسيخ ناشف، بتخليه زبده. تيجي لما تفتحيه تلاقيه زبده كهرمان كده، زي ما انا ما فتحت الفسيخ كده وشفتوه معايا كان عامل ازاي وشكله زبده ازاي، ده كان تخليل امي ربنا يديها الصحه يا رب ويشفيها ويعافيها. ده كان تخليلها، تحسي كده ملبن من جوه، تشيلي الشوكه كده بكل سهوله وملبن قدامك. طيب ده كده اهو، هنيجي دلوقتي هنعمل ايه؟ عندي البوري اللي هو الصغير اللي هو الفسيخ بقى اللي انا خللته ده، او اللي هو الكبير ده، ده اللي هيتعمل جزل. ده اللي هيتعمل جزل، لما يطلع يروح الراس بتاعته مقطوعه ويبدا ان هو يتقطع قطع كبيره كده، ده يتعمل معانا الجزل علشان يبقى مليان لحم كده وفي منتهى الجمال. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ اللي هو الفسيخ العادي بتاعنا اللي هو الحجم بتاعنا العادي. خلوا بالكم من اسعار الفسيخ، وخلوا بالكم من فرق بين الفسيخ وبين الطبار. الطبار قلت لكم الوش بتاعه او البوز بتاعه مدبب مسنن كده، لكن البوري بصوا، البوري بصوا السمكه بتاعته عامله ازاي، تحسوا ان البوز بتاعها بيضاوي. البوز بتاع البوري بيضاوي، لكن التاني مدبب، تحسوا ان ليها سن رفيع كده شويه. ده الفرق بين الاتنين. اوعوا حد من البياعين يضحك عليكم ويديكوا الطبار على انه بوري، لانه الطبار بيبقى ارخص من البوري بكتير. طيب تعالوا بقى نطلع فاصل، بس قبل ما اطلع من الفاصل هوريكم بس كده سمكيه منه، نفس النظام، ادي المنديل نفس ما عملنا في الكبير اللي هو الجزل، هنعمل في ده اهو كده، والناحية التانية نفس النظام كده، عشان لو فيها أي مية أو أي حاجة يبقى اتشالت عشان أنا أخلل على نظافة. وادي البق بتاعها أهو كده بالشكل ده، خلاص أروح شايلة. بصوا كده شايفين حتى روزة ادي كده طلعت الميه اللي موجوده جوه عشان ابقى ضامنه ان ما فيهاش اي نقطه ميه، وارجع بعد كده اخلل طبيعي جدا اهو، نملى. وخلوا بالكم مش بزياده الملح، الملح الكتير بينشف
اهو كبست ادي البق نفس النظام. هنطلع فاصل، في الفاصل هعمل ايه؟ هعمل الاربع سمكات التانيين او الثلاثه التانيين، وهبدا ان انا اغلفهم، وهسيب واحده من دي واحده من دي، او هسيب واحده بس علشان تشوفوها وهي بتتغلف، ونرجع بعد كده نشوف هنعمل السهليه ونعملها في خلال اسبوع او 10 ايام نبدا ناكل منها، وبتبقى اطعم من السردين البلدي. هنشوف تخليلها مع بعض لما نرجع من الفاصل. خليكم مستنيين شويه وراجعين، واقوى حلقه تخليل في سيخ معنونه، اوعوا تروحوا في اي حته، مستنيكم. رجعنا من الفاصل، زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله، ادي سمكه البوري اللي هي الكبيره اللي هي هتتعمل الجزل. شايفين التقفيله بتاعته عامله ازاي؟ ده اتعمل باكياس ثلاجه وبعد كده استريتش. لو ما عندكيش اللي هو البلاستر، يعني ده مش شغال معانا وده مش شغال معانا، اهم حاجه الطبقه تبقى تقيله. احنا بنلف الاول في اكياس ثلاجه وبعد كده في استريتش. بنلف الاول في اكياس ثلاجه كذا كيس وكذا طبقه وبعد كده في استريتش. الاستريتش ده بيبقى عباره عن ايه؟ البديل بتاع البلاستر، لكن لازم يكون في طبقه كذا طبقه كيس، لازم يكون في كذا طبقه كيس علشان ما يطلعش ريحه وعلشان ان هو ما يخشلوش هواء، فخلوا بالكم قوي من الموضوع ده. خلصنا الفسيخ زي ما انتم شايفين كده، هنيجي دلوقتي نعمل ايه؟ نعمل السهليه. السهليه دي نوع حلو قوي، وهنخليله النهارده بدل السردين البلدي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ هنخليلها النهارده بدل السردين البلدي. حطيتها في الفرن، اتغسلت طبعا صدفه كده على طول، ورحت حطاها في مصفى تتصفى والراس بتاعه السمكيه تبقى تحت عشان ينزل كل اللي فيه. وبعد كده حطيتها في الفرن على درجه حراره 50. طبعا شكل النشفان بتاعها باين، حد يقول لي شكلها مقدد والكلام ده كله، لا ده هو النشفان ده مطرح الفرن. انا عاملاها على درجه حراره 50 علشان ينشف اي ميه فيها ما يبقاش فيها حاجه خالص. طيب هو انا هستكفى برضو بالفرن؟ لا، هروح شايلها من الصينيه دلوقتي وهعملها بمي باسفه بمنديل، هعملها بمنديل. طيب ايه اللي المفروض بقى يحصل؟ هل هي هنعملها برضو واحدة واحدة كده يا نونة في استريتش والكلام ده كله؟ لا، المرة دي مسهلة عليكم الدنيا شوية، ربنا يسهل علينا أمورنا كلها. هنعمل إيه؟ هنعملها في بطرمان. إيه ده، هنخليلها في بطرمان؟ آه. وآدي أكياس تلاجة مقفولة أهي، ده كيس تلاجة مقفول. عايزين أكياس تلاجة مقفولة علشان هنبدا ان احنا نفتح الاكياس من جوه ونعمل فيها. طيب هنخلي الواحده واحده والكلام ده كله؟ لا، هسهل برضو عليكم الامور. بوله كبيره، وهتنزل المقادير دلوقتي قدامنا وجمال ينزلها لنا، ونشوف سواء السردين البلدي او السهليه بتتخلل ازاي بطريقه سهله جدا وبسيطه، وهرجع بعد كده احطها في بطرمان عشان تبقى ظاهره قدامي. يلا يا جمال ننزل المقادير. عندنا سهليه، وممكن نجيب السردين البلدي، وممكن ان احنا نستخدم دي او دي. اللي موجود معانا هنستخدمه. معايا شطه، ومعايا ملح، ومعايا كركم، ومعايا زيت. ايه الزيت ده؟ هقول لكم حالا ايه الزيت دوت بعد ما نشوف هنعمل ايه. يلا بينا. عندي بوله غويطه كده، ادي حبه الكركم، وادي الشطه، وادي الملح، واقلب ده كله كده مع بعض. بصوا بقى الزيت، سنه زيت بسيطه. امال ايه اللي انت حطاه دلوقتي ده كله؟ هقول لكم حالا ايه فايدته. بصوا بالشكل ده كده، سنه كمان عشان انا عايزاه يبقى عامل زي العجينه، ما يبقاش ان هو بالشكل ده كده. ومش محتاجه ان انا اعمل رقات. يعني ايه مش محتاجه تعملي رقات؟ يعني هعمل كده. بصوا بقى، بصوا ده اللي انا بتكلم فيه، ان انا منشفه وفي نفس الوقت حطيت في الفرن. لكن بصوا من تحت السمكية في سنة مية، انا ده كله مش عايزاه. هعمل ايه؟ عندي المناديل، بصوا بقى بسم الله،
والمناديل افضل حاجه وانت بتخللي، ولا تقولي لي فوطه ولا نعمل ولا نسوي ولا الكلام ده كله خالص، لا المناديل تخلصي وترميهم على طول مفيش مشكله بالشكل ده كده. تمام، وراح عامله كده علشان ابقى متاكده مليون الميه ان هو متنشف وما فيهوش ميه خالص بالشكل ده كده. تمام تمام اجي اعمل ايه دلوقتي؟ اروح جايبه مناديل تاني بالشكل ده كده علشان ابقى متاكده ان هي متنشفه من فوق وتحت. طبعا الاصفر دوت مطرح الشطه والكركم اللي انا عاملاه. ونصبح على مدام خديجه ونقول لها صباح الهنا. السلام عليكم. عليكم السلام، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ انا بخير يا حبيبتي طول ما انت بخير. الله يسعد قلبك. الله يخليك يا حبيبتي، وحشاني وحشاني خالص. ما نحرمش منك ابدا. ايه الغيبه الطويله دي يا مدام نونا؟ انا اللي غايبه؟ فين؟ فين؟ الله يخليكي. فين الغيبه دي؟ بحس كده انك غايبه خالص عن عينيا. لا والله ما انت فين انت؟ يبقى انت اللي غايبه عن عينيا، انت اللي فين ما بتتابعيش البرنامج. ينفع؟ ما يتحرمش منك، ما يتحرمش منك يا حبيبتي. يا حبيبتي ولا منك. عايز اعرف بمناسبه الهديل اللي انت بتعمليه ده، هديلي ولا سهليه؟ ده سهليه. ده سهليه. مش هليلي. طيب يا حبيبتي. حبيبتي. يغيب كام يوم يغيب كام يوم ويتاكل؟ اسبوع 10 ايام بالكتير، بس خلينا في الاسبوع عشان تبقى السمكيه ماسكه نفسها، يعني اسبوع 8 ايام كده. تمام؟ نورتيني. بصوا كده انا بعمل ايه؟ شايفين انا فتحت كام طبقه كيس معايا؟ ونصبح على ام فرح وبصره. يا ام فرح وصباح الهنا. ازيك يا شفنون؟ صباح الهنا عليك، عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه. وانت بخير وصحه وسعاده يا رب. تسلمي. معلش انا هطلب منك طلبين. اموريني 10 طلبات مش اتنين بس. المره اللي فاتت حضرتك عملت البسبوسه بس عملتها صيان. انا عايزاها كوبايتين، نفس كوبايه طريقه كوبايتين بس بالسمنه واللبن. معلش ما فيهاش اي مشكله، هتحطي المقادير، هتشيلي الزيت وتشيلي الصودا بالبرتقال اللي احنا حطيناها، وهتحطي بدل انا عايز اعرف السمنه قد ايه واللبن قد ايه. اللبن نص كوبايه والسمنه كوبايه. على كوبايتين؟ لا مش على كوبايتين، احنا بنتكلم على كيلو سميد. لا انا عايزه عيار كوبايتين. كوبايتين يعني عيار نص كيلو مثلا سميد، هتحطي مثلا نص كوبايه حليب هي وحطي نص كوبايه سمنه. يعني نص ونص على نص كيلو سميد. طب والشربات؟ والشربات هتعملي نص كيلو، يعني للكيلو سميد انا بعمل كيلو سكر، للنص كيلو سميد اعملي كوبايتين. كوبايتين سمين، كوبايتين سكر. معلش بتقولي السمنه قد ايه؟ معلش النص كيلو. النص كيلو اعملي كوبايه الا ربع مثلا. النص كيلو كوبايه الا ربع سمنه. بس تكون بقى والسكر اعملي نص كوبايه. عشان لسه الشربات بتاعها. والحليب الحليب برده ماشي نص كوبايه، ادام هتعملي كوبايتين سميد بس. ماشي ماشي. نورتيني يا حبيبتي. بصوا كده بدات ان انا رغده، احنا عندنا مقادير مطلوبه مش كده؟ طيب بصوا كده هبدا ان انا اخد كده واروح مقلبه هنا، ورغده هتنزل لنا دلوقتي مقادير التونه علشان بمناسبه ان احنا شغالين في سمك يعني، فنزل لنا مقادير التونه واحنا بنقلب السهليه كده مع بعضها زي السردين البلدي، وهنقلبهم ونبدا نرصهم في الاكياس بتاعتنا. مقادير التونه هتنزل حالا. طيب تمام. بصوا بدل ما تقعدوا تخللوا واحده ولا تحطوا مثلا السردين البلدي او السهليه وتعملوا طبقه وطبقه من الملح والشطه وترجعوا تعملوا طبقه، لا ادي كده اهو هبدا ان انا اقلب كله مع بعض. شايفين؟ وحبه الزيت اللي انا حطيتهم هما اللي هيعملوا العجينه ديت علشان تمسك في السمكيه على طول بالشكل ده كده. خد مني وقت؟ ما خدش مني وقت، عندي الكيس وهبدا ان انا اعمل كده. بصوا انا بعمل ايه؟ الراس لتحت، الراس بتاعت السمكيه لتحت
وارص كده. وبص هوريكم دلوقتي انا هعمل ايه. نونا هو الكاس اللي انت عاملاها دي هتاخد الكميه كلها؟ لا، وهوريكم انا هعمل ايه. بالشكل ده كده، ده كده اتملى. طيب ايه اللي اعمله؟ وهو كده بسم الله، حوالي كوباية زيت، اروح ماسكه كده تمام. تمام تاني نفس الكمية، نفس اللي حصل. كده كذا كيس ورا بعض. بالشكل ده. عايزة تعمليها برة وتحطي في اكياس وتبداي ان انت تربطيها وتعمليها على طول كلها في بطرمان واحد زي ما انت عايزه، ما عنديش اي مشكله. اهم حاجه ان هي تبقى كذا كيس ورا بعض، كذا كيس جوا بعض، علشان طبعا مش هنمسك ان احنا نلفهم بالشكل ده، لا مش هينفع. عايزه تجيبي علبه وتحطي في الارضيه بتاعتها مثلا اكياس مفتوحه وتبداي ان انت ترصي السردين طبقه وتحطي طبقه ملح وتحطي طبقه طبقه ملح وترجعي بعد كده تغطي كله مع بعضه زي ما انت عايزه. بس انا بالنسبه لي انا بحب الطريقه دي احسن بصراحه، كله مقفول جوه بعضه بكذا كيس، وبعد كده هروح حاطه كيسين ثلاثه واقفل عليهم البطرمان ويبقى تمام وزي الفل. بصوا بقى انا لما عملت كده، بصوا انا ملحت لكن بقيت الملح كله بره، ملحت لكن بقيت الملح كله بره، هي طبقه الملح بس اللي مسكت، عشان كده قلت لكم هنحط حبه الزيت يمسكوا الطبقه دي نفسها مع بعضيها. طب ليه عملت كده؟ علشان كتر الملح بيخلي السردين ينشف اهو. يلا بينا. وسمك التونة جاهز هينزل معانا دلوقتي على الشاشة حالا، يلا بينا يا رغدة. سمكة التونة ممكن يتعمل بالمكاريل وممكن يتعمل بسمكة التونة عادي. طيب مقاديره بتقول ان احنا معانا ايه لتسوية التونة، سواء سمك مكاريلا أو تونة عادية أو سمك التونة نفسها، عندنا إيه رغدة؟ 2 كيلو سمك مكاريلا، معانا عصير ليمون، معلقة كبيرة كمون حب، ومعلقة كبيرة فلفل أسود حب، ورق راولة، ورق لورا، إيه في إيه مش فاهم؟ حبهان بودر، وكزبرة ناشفة، وليمونتين، الليمونتين دول بيبقوا عبارة عن شرايح. طيب بنعمل ايه؟ ماشي. طيب نقول الاول بعد كده نتكلم. بصوا بقى التمليح او المحلول اللي هيتحط فيه سمكة التونة او اللي هو المكاريل علشان يفضل محفوظ وفي منتهى الجمال، محتاجة ايه؟ كوباية مرقة من سمكة من السلق بتاعها. هي ده هتبقى زفرة؟ لا، امال احنا حاطين الحاجات اللي احنا حطيناها في الاول دي ليه؟ عشان ما يبقاش فيها زفارة. حاطين ليمون وحاطين كمون حب وحاطين فلفل اسود حب وحاطين لورا ورق لورا وحاطين كل ده عشان ما يبقاش فيها سنه زفاره. وانت اصلا بتبقي غاسله السمك ومصفياه كويس جدا، يتصفى الراس بتاعته كده لتحت علشان ينزل كل السوائل اللي فيه. ترجعي بعد كده تبداي ان انت تحطيه، الميه تغلي، سقطتي السمك، ما بنكملش 8 دقائق وتروحي رافعاه. رافعاه عاملاه في ايه؟ في ميه بتلج. ليه بعمل كده؟ علشان هي لو فضلت شلتيها من السخونيه سبتيها مكانها هتبدا ان هي تستوي وتتهري، لكن حته الميه بتلج دي بتبدا ان هي تلم اللحم تاني، ما يبقاش ان هو بيتهري. طيب بنحطها قد ايه في الميه اللي التلج دي؟ بتاخديها من الميه السخنه حطها في الميه التلج دقيقتين 3 دقائق، هتلاقي نفسك اصلا شكل اللحم نفسه اتغير، تحس ان هي لمت على نفسها كده. تبدأي بعد كده تشيليها تحطيها في طبق أو في مصفى أو في صينية علشان تتصفى خالص. تبدأي بقى تفصصيها، تفتحي كده تشيلي الشوكة، تاخديها سلايخ سلايخ كده أو شرايح شرايح كده، وتبدأي إن أنت
تحطيها في برطمان. البرطمان دوت بيتحط ايه او تحفظيها ازاي؟ ما انت لو سبتيها لوحدها كده هتبوظ. بتحفظيها ازاي؟ بتروحي مصفيه المرقه بتاعه السمك اللي انت سلقتي فيها السمك لمده 8 دقائق او 7 دقائق، بتصفيها من كل الحاجات اللي فيها وبتاخدي منها كوبايه وتسيبيها تدفى، ما تبقاش سخنه قوي، لا سيبيها تدفى شويه. بتحطي معاها ايه؟ بتحطي معاها نص كوبايه خل مع نص كوبايه زيت مع ربع كوبايه عصير ليمون مع معلقه صغيره من الملح، طبعا الميه المتلجه دي اللي طلعنا فيها، مع شرايح كمان فلفل احمر فلفل اخضر زي ما انت عايزه. مش عايزاها سبايسي ما تحطيش الفلفل، وما تحطيش شط، لا حط اللي هي شرايح الفلفل دي، بتاخدي التطعيمه بتاعتها بتبقى في منتهى الجمال، وبتسيبيها في البطرمان عندك كده ممكن ساعتين ثلاثه وتاكلي منها تطلع معاكي زي الفل وفي منتهى الجمال. ده بالنسبه لسمكه التونه. طيب تعالوا بقى نطلع فاصل، هنرجع من الفاصل نعمل ايه؟ احنا عملنا الجزل وعملنا الفسيخ زي ما انتم شايفين كده، عملنا السهليه اللي هي بدلت السردين، وعندنا دلوقتي اللي اتقال عليه كلام كتير وهو القاروص، سايباه في الفرن علشان يتجفف، وبرده نفس النظام هجففه بالمنديل. بيتخلل ما بيتخللش؟ ايه الاقاويل؟ ايه الاقاويل اللي اتقالت كلها عليه؟ هنشوفها ان شاء الله بعد الفاصل. شويه صغيرين وراجعين مع نونا والبلد يوكل، واحلى حلقه فسيخ علشان خاطر متابعينا. اوعوا تروحوا في اي حته ومستنيكم. ورجعنا من الفاصل، عملنا الفسيخ وعملنا الجزل وعملنا السهليه. تعالوا بقى دلوقتي للي عليه قلبان من امبارح. ايه هو اللي عليه قلبان من امبارح؟ البوري، اسفه، القاروص. بيتخلل ولا ما بيتخللش؟ لا، بيتعمل مقلي بس او صينيه. طب ازاي هنخلله؟ ده اللي هنجربه مع بعض، وانا وانتوا نصيبنا على ربنا، هنشوف ايه اللي هيحصل. هخلله قدامكم وهنشوف هنديله مش هديله مثلا يعني الفسيخ من 25 ل 30، ده لو من 25 دوت ليه؟ لو احنا عاملينه في رمل، لكن لو احنا اصلا مخللينه بالطريقه العاديه بتاعتنا يبقى هم 30 يوم بالتمام والكمال. طيب ايه حكايتك بقى؟ يعني انت هتاخد كام يوم؟ القاروص دوت طبعا هيتهري عن هيتهري عن الفسيخ او هيتهري عن البوري. اللحمه بتاعته اصلا ناعمه، لكن البوري يستحمل تخليل، لكن القاروص مش هيستحمل تخليل. طيب احنا امبارح لما كنا في الحلقه بتاعت السمك واحد من البياعين قال لي لا بيتخلل، بس لما تيجي تخلليه فضي البطن بتاعته. ما انا لو فضيت البطن بتاعته ما انا مش هاخد الكلام منه واعمله خلاص. ما انا لو فضيت البطن بتاعته وحطيت له ملح وشطه والكلام ده كله هينشف ويقدد ويبقى ناشف ويبقى مملح قوي 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 قوي. طيب هنعمل ايه؟ هنعمل زي ما عملنا في الفسيخ، بس الفسيخ بياخد من 25 يوم لو هو متخلل في رمل او متخزن في رمل، ول 30 يوم لو متخزن عادي. طب ده هيقعد قد ايه؟ 15 يوم ونفتح عليه. ايه رايكم؟ هنعمله قدامكم وهسيبه ورايا في درفة المطبخ بعيدا عن الشمس والكلام ده كله، مش هسيبه خلاص ما تقلقوش الريحه. بس ما قلت لهم هسيبه راح مبسوطين، خلاص مش هسيبه. هاخده بره في المطبخ التحضيري و خايفه اقول 15 يوم نرجع نيجي فاتحينه الاقيه مهري. نديله 10 ايام؟ نديله 10 ايام. 10 ايام على انه نوع جديد احنا مش عارفين فيه ايه، وهنيجي نفتحه بعد ال 10 ايام. لقينا ان هو محتاج شويه كمان، يبقى احنا عرفنا ان القاروص محتاج شويه كمان. لقينا ان هو طلع مستوي وتمام وهنشوف شكله هيبقى عامل ازاي، يبقى احنا كسبنا تجربه عملناها مع بعض قدامكم. اللي انا هعمله دلوقتي زي زيكم، معرفش نتيجته ايه. بجرب عشان اعرف النتيجه. وقلت اجرب معاكم علشان لما نفتح عليه نشوف دنيته عامله ازاي. انا عارفه متاكده مليون الميه ان في ستات كتير قوي بتتفرج عليا دلوقتي وعماله لا 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 يا نونا ما يتعملش، لا 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 هو بيتقلي ويتعمل صينيه بس، لا لا تجربه هتبقى فاشله وهيبوظ. الله اعلم، زي زيكم ما اعرفش عنه حاجه. فانا هنعمله زي ما عملنا الفسيخ وهنقفله زي ما قفلنا الفسيخ، وهنحطه جوه علبه او جوه شنطتين ثلاثه كده اهو وهنسيبه. النهارده كام في ايام ربنا؟ كام مش ايه؟ النهارده 25، هنديله 10 ايام يعني هيكون يوم 4 في الشهر عشان الشهر ده 31، يبقى 4/1 باذن الله نفتح على القاروص. اكتبي عندك يا رغده عشان لو نسيت هعلقك من رجليكي. 4/1 بإذن الله يديني ويديكوا العمر، هنشوف القاروص لما يتفتح عليه شكله هيبقى عامل ازاي. لو يوم حد
هنزل مخصوص. لو يوم حد هنزل مخصوص نفتح عليه. ماشي يلا بينا ننشفه زي ما عملنا في البوري، ونبدا ان احنا نحط الخلطه بتاعتنا ملح وكركم وشط، وهنديله سنه الخل زي ما عملنا في البوري بالظبط او في الفسيخ بالظبط. يلا بينا بسم الله نعمل كده. وادي بوله فيها الكركم، وادي الشطه، وادي الملح، والخل طبعا قلنا هنعمله في الاخر. عندي المناديل وهنعمل زي ما عملنا في الفسيخ بالظبط اهو، بنمسك كده. يلا بينا تدميس الفول جاهز معانا. بصوا كده، بصوا كده معايا يا جمال. الاهم من اي حاجه ان انا ابقى يعني صادقه معاكم في اللي انا بعمله، مش ان انا خلاص شفت حاجه اروح مدرياها واعمل وارجع بعد كده اقول لكم اصلها ما نفعتش، اصلها باظت. انا مش كده بصراحه. بص يا جمال، هنا هنا السمك بص بيعمل ايه، ضبطني السمكيه. ضبط السمكيه محمد رسول الله. بصوا انا عملت ايه، انا فضلت عامله كده اهي لحد ما تسقط خالص اهي. بصوا بتنزل تاني طول ما هي بتعمل كده. بصوا لا مش هينفع، مش هينفع، ومش هعمل زي الراجل ما قال ان انا انضف البطن بتاعته واخلله، بس لا، السمكيه اصلا لحمها طري وبتنزل اهي البطن بتاعتها، مش هتستحمل تخليل، مش هتستحمل تخليل. طبعا كل اللي قاعدين قدام الشاشه دلوقتي لو قالوا لي لا يا نونا ما تخليليش وما ينفعش غير مقلي وبتاع، زمانهم فرحانين وبيسقفوا، ما عنديش اي مشكله. ايه شايفين معنى كده ان القاروص فعلا ما يتخللش. كان ممكن دلوقتي اروح مداريه كده وخلاص والموضوع انتهى، واروح حاطه له الملح والكركم بتاعه والشطه واقول لكم ايه اهو اتخلل اهو، بقى تعالوا نشيله، وايه لما نيجي نفتح عليها نلاقيه باظ، فنرجع نقول تجربه وفشلت. طب وليه، ما انا شفت حاجه بعينيا ولازم اخليكم شايفينها معايا اكنكم معايا موجودين هنا بالظبط. فمعنى كده اللي انا شايفاه ان القاروص لا مش هيتخلل. ده كبيره ايه، ده كبيره يروح المطبخ دلوقتي يتنضف ويتبل ويتقلي، وصحتين وعافيه على قلب اللي ياكل بس، لكن مش هنخلله اهو. القاروص مش هخلله، بص مجرد ما بمسكه اصلا اهو. يبقى احنا نلغي فكره التخليل بتاع القاروص تماما خالص، ومعنى كده ان البياع اللي قال لي حاجه زي كده وقلت له لو ما ظبطتش وباظت هجيلك، قال لي تعالي ده مكاني وفي اي وقت تيجي تلاقيني، ما كانش عنده ضمير. واللي ما عندهمش ضمير الايام دي كتروا قوي قوي فوق ما تتخيلوا. يبقى كده تخليل القاروص اكس، غلط يتقلي او يتعمل صينيه، لكن ما يتخللش. تجربه وشفناها، ومش محتاجين ومش محتاجين ان احنا نخلله علشان نتاكد، لا هي بان من اوله. يعني بيقولوا لنا ايه، لا يعني ما تتعبوش نفسكم. فيبقى احنا كده النهارده عملنا ايه، خللنا البوري الجزر اللي هو الكبير ده، وخللنا الفسيخ، وعملنا السهليه، لكن غير كده مش هنخلل. عندك بقى البسارية هتخلليها بنفس الطريقة بتاعت السهلية، عندك السردين البلدي خللي بنفس الطريقة بتاعت السهلية، هتطلع معاكي زي الفل. تعالوا مع بعض ننزل طريقة الفول علشان حبيبتنا اللي عايزة تعمله، ونشوف عملنا ايه النهاردة. يلا بينا. الفول المدمس ده اخر فول عملناه؟ ايوه اللي هو فيه الفول المدسوس، تسلم ايديكي. طيب بصوا بقى، ناس كتير بتختلف معايا في الموضوع دوت، بس انا بتكلم عن التجربه اللي انا عملتها. الفول المدسوس البلدي يا نونا، او الفول اسفل التدميس البلدي، بيتنقع قبلها بيوم او بيتنقع على الاقل 6 7 ساعات او معرفش ايه، ساعه او ساعتين او نص ساعه كمان. اغسليه كويس قوي ونقيه عشان ما يبقاش فيه حاجه مسوسه ولا الكلام ده كله، شطفتيه بميه، انقعيه في ميه من الحنفيه نص ساعه، مش عايزه اكتر من كده. كل ما بيتنقع كل ما القشره بتاعته بتجلد،
كل ما بيتنقع كل ما بينشف، كل ما بيتنقع كل ما بينشف. طيب معانا ايه كمان؟ ربع كيلو فول مدسوس، ميه مغليه، معلقتين كبار كركم، مش عايزه اكتر من كده. ايه ده يا نونا؟ فين اللي احنا بنقوله والعدس والطماطم والحركات اللي بتتحط وحبه الرز والكلام ده كله؟ انا مش عايزه كل ده. كل شيخ وليه طريقه، والطريقه اللي تيجي معاكم مظبوطه جربوها. انا ما بعيبش في طريقه حد، بس انا واثقه في اللي انا عاملاه. بنعمل ايه؟ بنمسك الفول خلاص نقعناه نص ساعه ولا الساعه، برجع بعد كده اصفه واغير الميه بتاعته، بحط على النار ميه سخنه وبحط معاها الفول المدسوس مع المعلقتين الكركم، اتقلبوا مع بعض. سقط غليت، سقطت الميه الثانيه الفول الثاني عليه وهديت النار. مجرد ما الميه غليت وسقطت الفول تهدي النار وتكمري الحله. عندك حله ضغط اعملي فيها، ما عنديش مشكله، بس تكوني واثقه فيها وبتتعاملي معاها كويس. بس بيقعد قد ايه في حله الضغط؟ نص ساعه واقفلي، مش اكتر من كده، علشان ما تلاقوهوش عجين، ولا تحطي دقيق، ولا تحطي اي حاجه تانية، ولا عدس ولا طماطم. الطماطم هتحمضه، الكركم هيخليه اصفر كده كهرمان، لون الكهرمان. الفول المدسوس اللي احنا عاملينه دوت هو اللي هيديله التقل بتاعه، زي ما انتم شفتوا كده اخر حلقه فول عملناها مع بعض كانت جميله في منتهى الجمال، معمول بالطريقه دي. الحلقه اللي قبلها كان معمول بنفس الطريقه. لما مش معنى كده ان انا ما جربتش اللي فيه دقيق واللي فيه طماطم واللي فيه فاصوليا بيضة، انا كل ده جربته. بس لما بجرب حاجه وارجع بعد كده اعمل حاجه بعدها وبتطلع احسن من اللي قبليها بعتمدها. فالفول المدسوس لما يتهري مع الفول ويقعد مثلا بالساعتين ثلاثه على النار على شعله القهوه كده، يبدا ان هو يدوب مع الكركم يديك التقل التمام اللي زي الفل ده، يبقى انت كده هتاخدي حبه فول كهرمان. صحتين وعافيه على قلبك يا رب. حلقه بكره نتكلم بس ننهي حلقه النهارده. النهارده عملنا الفسيخ وعملنا الجزل وعملنا السهليه. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم ونالت رضاكم ان شاء الله باذن الله. عايزه اشوف تطبيقاتكم الحلوه. قلنا الفسيخ لو هتعمليه في رمل، الرمل يكون فيها شطه عشان ما تدخلش حشرات. هتعمليه بالطريقه التقليديه دي في علبه، والعلبه تتقفل كويس قوي يومين ثلاثه وقلبيه، يومين ثلاثه وقلبيه، لكن في الرمل مش هيتقلب. والطريقه اللي تيجي معاكي وعلى هواكي اعملي بيها. السهليه سيبناها نفس النظام اهي 10 ايام ونفتح عليها ان شاء الله نشوف شكلها عامل ازاي. اتمنى تكون حلقه الفسيخ النهارده والتخليل عجبتكم ونالت رضاكم. اتمنى تكون المعلومه اللي شفناها عن القاروص، ان اي حد يقول لنا ان هو بيتخلل، لا ما بيتخللش، قلنا نجرب مع بعض. بس هو مش هيستحمل اصلا تخليل، زي ما انتم شايفين كده بطن بتاعته عايزه تتفتح ويا دوب ان هو يتملح ويتقلي. وصحتين وعافيه على قلب اللي ياكل. طيب عندنا ايه بقى بكره؟ بكره حلقه عظيمه ان شاء الله باذن الله يديني ويديكم العمر. حلقه فظيعه، حلقه بمكون محدش يعرفه، وراهن ان اي حد من اللي موجودين ولا ناس كتير قوي من اللي بيسمعونا يعرفوه. انت عارفه عشان انا قلت لك عليه وانت عارفاه. عندنا ايه بكره؟ عندنا حلقه بتتكلم عن طعم او بتتكلم عن اكله ما بتعملهاش غير محافظه البحيره ومركز معين قوي اللي بيعملها، وهو محافظه معينه بس من البحيره، وهي دمنهور. عمالين يرفعوا حجابهم كده وهتعملوا ايه؟ ودمنهور هنعمل ايه؟ بصاره بذمتك، بذمتك ده مصر كل ده، احنا صدرنا البصاره لامريكا. هنعمل بكره اكله ما بيعملهاش غير اهل دمنهور، هم اللي اخترعوها من جدود 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 الجدود. اكله بتتعمل من حبه مكونات، بس حبه المكونات دول عباره عن بودر، بس البودر ده مكوناته عن ايه؟ ناس كتير قالت بيتعمل بحمص الشام وبيتطحن، ناس كتير قالت بيتعمل من حمص الطبيخ وبيتطحن، ناس كتير قالت بيتعمل من الحمص اللي بيتباع في المقلى وبيتطحن مع حبه توابل. هو ولا بيتعمل من كل ده. محدش يعرف سر البودر دي الا ان هم بيروحوا محافظه دمنهور يشتروا البودر ده ويحطوا عليه بقيه المكونات ويعملوا الاكله، لكن ايه مكونات البودر دي محدش يعرف. احنا بقى بعون الله بكره هنقول لكم مكونات البودر ده. المكونات البودر ده او الاكله دي بيدخل فيها البودر ده، وبيدخل معاه الطحينه الحمراء. الطحينه الحمراء ناس كتير ما تعرفهاش او ما تعرفش ان هي بتتعمل من ايه، ده غير الطحينه البيضاء اللي احنا بناكلها. بكره ان شاء الله في حلقتنا هنعمل الحباش. ايه ده؟ هي دي اسم الاكله، الحباش. بس هنعمل البودر بتاع الحباش، وهنعمل مع بعض ان شاء الله الطحينه الحمراء، وهنعمل مع بعض الاكله بقى على بعضها اللي هي اكله الحباش. الميزه في اكله الحباش ان انت بتاكليها مع اي حاجه، وبصي ما بتنفعيش توقفي منها الاكل خالص. 10 رغيفه 20 رغيف فتح للشهيه بطريقه غريبه الشكل. بيتاكل جنب الفسيخ، بيتاكل جنب الرنجه، بيتاكل جنب الفول والطعميه والبطاطس، بيتاكل جنب اي اكله ممكن تتخيليها، فاتح للشهيه بطريقه غريبه الشكل.
حلقه بكره مميزه مش عايزاكم تفوتوها، يديني ويديكوا العمر. عندنا بكره حلقه من دمنهور وهنعمل الحباس سواء بودر والطحينه الحمراء، وبعد كده نشوف ايه المكونات اللي بتتعمل بيه عشان يبقى في الاخر عندنا كده طبق يتاكل وصحتين وعافيه على قلبكم. مش عايزاكم تفوتوا حلقه بكره ان شاء الله باذن الله، يديني ويديكوا العمر. اتمنى اكون حلقه النهارده عجبتكم ونالت رضاكم. اسيبكم على خير واشوفكم على خير، بيتجدد لقائنا بكره الساعه 10 الصبح، واللي فاتوا اي حاجه من حلقتنا النهارده يقدر يتابعها 9:30 بالليل. اسيبكم دايما بخير واقول لكم السلام عليكم.